هناك اتفاق مسبق، لكن بعض الكتل السياسية السنية تنظر انه اذا تم التصويت على قانون العفو راح جهة سياسية هي من تظهر وتصرح انه هي من قامت بهذا الموضوع، وهي الكتل السياسية اللي هي الطالب وحيل محترقة على الموضوع هي قريبة على تركيا. بعض من الكتل السنية هي اللي أعلنت المقاطعة. احنا نشوف انه ما راح يكون هناك تصويت لقانون العفو الا إعادة حوار مرة أخرى. ربما إذا صار التصويت على قانون العفو راح يكون هناك بيان لبعض الكتل السنية، بس اليوم الشارع السني هو الأكثرية مع ضد التصويت على قانون العفو، وأما اللي هو عنده ناس ومسجونين ومعتقلين وهذا هو مع قانون العفو. إحنا مو ضد، لكن إحنا نقول إنه إحنا مع إطلاق سراح البريء.